عن نفسك؟ سيد حسن السيد محمد فرقة أورانج. توقعاتك إيه النهاردة بما إنك وصلت للسيمي فاينل؟ توقعاتك للمباراة؟ والله بص إحنا في الملعب بنلعب كل واحد كلنا على قلب رجل واحد وإن شاء الله بإذن الله يعني نكسب ونبقى في النهائي إن شاء الله. شايف مين أقوى الفرق اللي هتبقى معاكم؟ والله شايف إن سويدي وفرقة دوفون والبطولة كلها كويسة البطولة كلها كويسة جدا. إيه أصعب ماتش واجهته أو حاسس إن هو كان مجهود قوي كبير عليك؟ والله إحنا بناخد كل ماتش بماتشه يعني مفكرش بقى الماتش اللي بعده هنعمل إيه بس إحنا بناخد كل ماتش بماتشه والحمد لله يعني النهاردة قبل النهائي بنلعب إن شاء الله ربنا يكرم ونوصل النهائي. كلمنا إيه رأيك عن التنظيم والنهاردة في المكان زي النهاردة زي كلاب؟ والله التنظيم هايل جدا مذيع والأجواء جميلة جدا تنظيم هايل يعني الحمد لله يعني اول مره نخش بطوله برضو بنخش بطولات كتير بس البطوله ديت يعني مختلفه عن جميع البطولات اللي احنا دخلناها. ميرسي قوي ليك.